تونيو غيكون شي حاجه كيف ما تنعرفوا على لي تونيو تيكون فيهم حوايج ديال لا بوبليسيتي ديال سميتو باش نقولوا روح رياضيه ولا هذا. واخا غيديروا شي حاجه كتعلق بالفريق الاخر واخا هو يشوفها بلي راها روح رياضيه يقدر الاخر يقراها بلي راها شي حاجه اللي دونك نتفاداو كاع شي حاجه كتعلق بالخصم ولا كتعلق بفريق واحد اخر. وهي كتعتبرها فكره عاديه كل جمهور ولا كل فرقه كتبقى تبدع في صناعه التوني ديالها بداك باش تشجع الناس وداك الشيء باش يقتنوا التونيات. حتى كاين شركات اصلا كيستثمروا في هذه المسائل هذه، يعني الا كانت غير شي لوغو ولا شي حاجه في التوني راه غتجذب لك الجمهور. غير كيستيون ديال المساله ديال بلا كتفرق الجمهور وهذا كتبقى مساله عاديه، انك اللي واعي و تيفكر ما تفرق، هو راه كيخلق فتنه ديال الجمهور. دابا عاد القضيه ديال الراجل اللي دارت ديال ريمونتا داك راه غتخلق واحد راه كشي داك راه الحداد قال هضره شنو ناض عليها. دونك كانت هاد القضيه ما خصش تكون مزيان، خص تكون واحد التوعيه وداك الشيء تحسيه من هذوك الالترات وداك الشيء تكون التوعيه وداك. انا بالنسبه لي يعني الطريقه ديال الماركتينغ كيديروها كاع لي زونتربريز الاخرين، والمشكله اللي كتكون هي في لانتربريتاسيون ديال الجماهير ديك الميساج، يعني ماشي ضروريه المشكله في الكلوب. كل واحد عنده داك الماركتينغ باش يخلي لواحد اخر يشري، خاص ضروري يكون استفزاز. دابا بحال الالترات تيبغيو داك الشيء يستفزوا الترا واحده اخرى باش هما حتى يشريو، يعني راه خاص ضروري يكون داك الاستفزاز باش واحد تيشري وواحد تيبيع. خاص ضروري المسؤولين يديروا شي حاجه اللي بغاو هما يبيعوها. ايه كل فريق عنده الجمهور ديالو، الراجع عندهم الجمهور ديالهم، وداد عندهم الجمهور ديالهم، كيف ما فرق اخرى انترناسيونال. دونك كل واحد غيدير شي حاجه اللي كتعلق بالفريق ديالو بيتفادى بصفه عامه، يدير شي حاجه اللي سواء غتستفز ولا عندها علاقه بفريق واحد اخر. هي الماركتينغ يعني كيخلي واحد الاثار سلبي على لي سبيكتاتور كيتفرجوا. اولا كتخلي واحد الحقد كيكون بين الجمهور، بعكس ان كره القدم كتجمع لك اكثر ما كتفرقنا. ثاني حاجه يعني ان هذيك كيبقى غير يعني غير ماتش غير هذه، يعني بالعكس انها خصها تكون يعني خصها تاتنا واحد الفضاء حضاري، ان الجمهور هذا خصو يطلع دي تيفو دي ميساج ديالهم يكونوا زوينين كيعبروا داك الشريحه ديال داك المشجع، والجمهور الاخر كيعبر داك الشريحه. يعني خصنا داك لي تيفو او داك ديال دوك لي توني يعني ما خصناش ناخذهم بواحد الشكل اللي هو سلبي، بالعكس خصنا يكونوا فيهم دي ميساج اللي هما زوينين يعني كيفرحوا الجمهورين. وما في الاخر في الاول وفي الاخر يعني كتبقى كره، يعني الانسان كيجي باش يدي فولو ماشي باش يعني باش يخلي واحد الحقد ولا واحد يعني واحد الحقد اللي بين الطرفين، وقت الله يستر توصل لحاجه اخرى بسبب واحد اللوغو اللي في انتيشيو. الشغب كتبقى مسؤوليه ديال الشعب والجماهير، ماشي مسؤوليه ديال الشركات. يعني ما نقدروش نلومو الكلوب على الشغب اللي كيديروه للمشاهدين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.